أهلا وسهلا، نرحب بكم في بودكاست نادي الكوتش. في هذا البودكاست نقدم مجموعة متنوعة من المواضيع والفقرات، ونقدم خبرات ونصائح نتقاسمها معكم. كل أسبوع نخصص وقت محدد لكل عضو في نادي الكوتش لطرح موضوع معين. فألف مرحبا بمستمع الكريم، البودكاست من تنشيط وتقديم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن. دائما في إطار برنامج الخاص بودكاست نادي الكوتش، اليوم تنستدعيو الأستاذة الكريمة الكوتش سمية حليفي. الموضوع اللي كانت درت معنا في الحلقة الأولى اللي هي بخصوص الأخطار المحيطة بالأطفال ديالنا، شنا فيها موضوع ديال الإنمي. اليوم غادي نشوف واحد موضوع اللي هو موضوع مهم جدا جدا، ونخليه الأستاذة الكريمة سمية هي اللي تقدمه لنا. ألف مرحبا الأستاذة سمية. مرحبا أستاذي، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. مرحبا أستاذة. اليوم بغينا نهضروا على تروما. تروما إلى الناس ما كيعرفوش هذا المصطلح، هي كاع الصدمات النفسية، صدمات والجروح النفسية اللي كيتعرض لها الشخص في الطفولة دياله، وكتولي بحل واحد الكرة ديال الثلج غدا وكتكبر. شنو اللي كيكبرها؟ كيكبروها نفس المواقف المشابهة لهذيك الصدمة الأولى ولا ذاك الجرح الأولانية غدا كتكبر، وكتشكل واحد العيب كبير من بعد، كتظهر على شكل أعراض وأمراض نفسية من بعد. نعم، دونك هنا واحد القضيه قلتيها زوينه، بحال الكره ديال الثلج تبدا تتكبر وتتكبر وتتاثر علينا، واخا تنكبروا تنوليو شباب تنوليو راشدين. دونك هادشي جاي من الطفوله استاذه. من الطفوله، نعم. وباش بينا نعرفوا حنا اشني الاعراض اللي ممكن تظهر باش نقدروا نعرفوا بانه راه هذا الشخص راه عنده تروما؟ كيكون عندهم واحد الخوف من الفشل، كيكون عندهم اصلا واحد الفشل في العلاقات ديالهم، كيكون عندهم شعور بالنقص وعدم تقدير الذات، كيكون عندهم شعور باليأس والاكتئاب، كيوليو منعزلين، وكيتكون عندهم واحد الرهاب اجتماعي، والشعور بالذنب دائما، يعني واحد الشعور مستمر عندهم بالذنب. نقدر نعطي واحد المثال في هذه النقطه حيت بزاف ديال الناس كيعانيوا منها. هو يقدر مثلا يكون واحد الوليد جالس كيلعب عادي، كيلعب فرحان في الدار، كيدخل الأب ديالو اللي هو بين قوسين واحد الأب متزمت وقاسي شوية. نعم. هذاك الوليد حيت عادي يلعب داير واحد الضجيج، يعني كيغوت عليه واحد الغوتة، كيشوف عليه واحد الشوفة قاسية وكيغوت عليه. ألوغ في هذيك اللحظة هذاك الوليد الصغير شنو كيطرى ليه؟ كيجي هذاك الشعور بالذنب، حيت كيحس بأنه بحال لا يستحق هذيك الفرحة، ما كيستحقش حتى يلعب. نعم. هذا الأب ولا هاد الأم ولا هاد الأستاذ اللي كينقلوا التروما ديالهم، هما أصلا راه لا شعوريا عندهم حتى هما داكشي من الطفولة ديالهم، راه كينقلوها لهاد الوليد، وهو بالتالي كتكبر معاه وكتمشي معاه حتى هويا، وكتولي عندنا هاد التروما كتناقل بين الأجيال. فاش كيوصل هاد الوليد لسن مثلا 30-40 سنة وهو محروم من العفوية، ما كيختلطش بالناس، كتلقاه كيضحي دائما، كيعطي فوق الطاقة ديالو، وفي الآخر كتلقاه ما راضيش لا على الآخر ولا على راسه. يعني هذا هو ذاك الشعور المستمر بالدم. دونك هادشي وي كملي هادشي تنتقل من جيل لجيل. هاد هما الأعراض اللي يعني الواحد ساهل تلاحظها، يلاحظها في راسه بعدا قبل ما يلاحظها في شي حد آخر. فعلا، دونك هادشي من جيل لجيل وصافي. كنتناقل داكشي راه متوارث. الله، شنو عندنا حنا؟ دونك هنا استاذه، وشنو الاشياء اللي تسبب لنا هذا الشيء بالضبط، خاصه عند الطفل؟ وحنا ما تردوليش البال الوالدين يعني ما تيكونوش واعيين بهذه الامور. نعم، هنا فين كاينه الخطوره؟ في الصغر ديال الواحد يقدر يكون تعرض للتنمر. الوليدات اللي كيتعرضوا للتنمر يعني كيؤدي لهم هذا التنمر، كتكون لهم واحد التروما الى كبروا. فاش كيتعرضوا للمقارنات سواء في البيت ولا في المدرسه، الا كان كياخذوا الحب على انه من عند والديهم، كيكون حب مشروط، حيت كيولي ترسخ في الذهن ديالهم ان الحب عنده شروط، والا ما التزموش بهذه الشروط فانا لا استحق الحب. هو كيولي يقول هكا راسو. حنا جبتي نقطه زوينه عزيز عليا ياك. تماما
بحال شي تمدرسه الا جبتي نقطه مزيانه في البلتان راه انت ولدي ما جبتيهاش انت ما ولدي كتسمعها بزاف كتسمعها بزاف وابسط حاجه استاذ بوسني نعطيك حليوه يعني حتى ديك حتى هذيك البوصه خاصني زعما اعطيني باش نعطيك وي وي وبدا بدون شعور ما تحسوش بها بزاف في الخمسين من العمر ديالك درت معها جلسات شحال هذه نعم كانت كيبان في بعضها ديالها انها ملتزمه جدا خلوقه ظريفه بزاف كتهضر بواحد الصوت منخفض وكتحشم ولكن كتحس بان الطاقه ديالها مكبوته لداخل ديالها عينيها فيهم دموع واخا ما كتبكيش السيده كيلزمها دائما شعور مستمر بالدم ما راضياش لا على راسها لا على رجلها لا على وليداتها لا ما عجبها حتى حاجه الوغ فاش جلست معها وصلنا للطفولة البعيدة انا كنهضر على سن 4 5 6 سنوات وي لقيت بان كانت عايشة في واحد الأسرة ديال الأب والأم ملتزمين لدرجة التزمت عندها واحد الأب كيبغي ولادو ولكن ما عمرو بين لهم هذاك الحب ما واحد ديك القسوة ديك الصرامة ديك الوغ هذوك القوانين الصارمة اللي مفروضين في الدار وكما قلت هذاك الحب المشروط يعني وما كيبينش اصلا المشاعر ديالو خلاهم يخرجوا من التصرف بالعفويه وهذا سبب لها واحد الجرح عميق جدا حيت كتشوف راسها كدير كل شيء وكتنفذ الرغبات ديال المثل الاعلى ديالها واخا هكاك ما خدتش هذاك الحب والتقدير منه الوغ بقى معها حتى وصلت سن 50 وهي باقه كتعاني من ديك النقطه فعلا موضوع مهم استاذه كل ما يتعلق هذه الصدمات اللي من الطفوله يعني احنا تنتبرمجوا بها وتنمشوا بها في حياتنا وللاسف تيتصحب بان بعضنا وبعض الاباء اللي تيتصحبوا راه هو غادي في الصواب وفعلا فيما اللي قلتي تيكون ديك القساوه وتعتقدوا بانه كي تنقولوا احنا راه السيد راه معقول هو راه هو كاين تعقد حياته على حياته مرارا وتكرارا فعلا استاذه وبغيت أستاذ نلفت الانتباه لواحد النقطة مهمة وخطيرة بزاف هي فاش كيكون طفل كيشوف واحد التناقض في الشخصية المثالية ديالو أولا نشرح بعد شنو هي الشخصية المثالية باش نقدر نفهمو المثال نعم. الشخصية المثالية الطفل فاش كيتولد على الفطرة يعني كتكون عنده واحد الذات حقيقية فيها الصح فيها الغلط فيها المزيان فيها الخيب ولكن مع الوقت كيتبدا تكون عنده واحد الذات مثاليه في دماغه خاصه يكون عليها نعم هذه الذات المثاليه كتجي من الاصطدامات مع القوانين الصارمه سواء في البيت او المدرسه والمجتمع ككل كتجي من العادات والتقاليد كتجي حتى من المعتقدات الخاطئه اللي كنتربوا عليها منذ الطفوله يعني كتكون واحد الذات حقيقيه واحد الذات مثاليه بغاونا نكونوا عليها اصلا غير هذه بوحدها راه واحد التناقض هو كيقول لك انا هكا علاش بغيتوني نكون انا على صوره اخرى يعني كيكون عنده واحد التناقض بين الشخصيتين الوغ نرجعوا لنقطه التناقض دابا في الشخصيه المثاليه ديالو نعطي مثال يعني اذا شاف مثلا الاب ديالو ولا الام ديالو اللي هي بالنسبه ليه المثل الاعلى نعم وهي ديك الشخصيه المثاليه اللي ما فيها حتى شي غلط كل شيء هو هذاك شافها في موقف مخل بالادب مثلا شنو كيوقع ليه ديك الساعات راه العالم ديالو كله كينهار كيولي من الصعب جدا يسترجع الثقه في راسو ولا في الام ديالو ولا في المجتمع كله ومباشره كتكون عنده ترومات قويه بزاف يعني ديك الساعات صعيب حتى يتعالج منها دونك ولا بينا يعني ما يكونش تناقض يعني حنا كنقولوا لهم حوايج وحنا كنديروا العكس ديال داك الحوايج راه كيسبب لهم حتى هو تروما قويه بزاف ويمتى يستدعي العلاج حيت نورمالمون تيكون هادشي عنده علاج نعم الحالات اللي يستدعي فيها العلاج والحالات اللي ممكن نقدروا نقضوها قبل نعم العلاج فاش يعني صافي خاص الانسان يمشي يعالج راسو ويا هو كيلاحظ هادشي في راسو يا الناس اللي دايرين به كيقولوا ليه راه ما يمكنش يعني راه التصرف ديالك راه فاش كيولي الانسان ما كيتحكمش في المشاعر ديالو فاش كيولي الانسان ما كيتحكمش حتى في السلوكيات ديالو كيولي يلجأ للعنف والاعتداء كيصبح كيأثر حتى على العلاقه الخومه اللي عنده كتأثر لي حتى على علاقاته الاجتماعيه
كيكون دائما في صراعات مزمنه مع شريك الحياه او الاصدقاء او المحيط ديالو. فعلا كتكون عنده حتى صراعات دائمه حتى في خدمته، يعني بعض الناس كيبان ليه المدير ديالو هو في ديك مرتبه الاب، الوغ كيسقط كاع المشاكل اللي عنده مع الاب ديالو في الطفوله على هذاك المدير، وكيبقى دائما في صراعات مع حتى في العلاقات بشكل عام، سيرتو في العلاقات مثلا ديال الازواج. كتقول هي فاش كتزوج كيبان ليها كيكون باها هو المثل الاعلى ديالها، كتنتظر من هذاك الزوج يكون هو الاب، ويكون داك الاحتواء ديال الاب. والعكس صحيح، عاوتاني هو يقدر تبان ليه الام ديالو هي المثل الاعلى، لوغ كينتظر من هذيك الزوجه تكون هي ديك الام وتحتويه بالطريقه اللي كتحتوي بها الام ديالو. هذا ما يمكنش، هذا الشيء كيخلي ديما الصراعات المزمنه بيناتهم. وفعلا ما تكونوش داركين واعيين بهذه الامور. نعم. واش هي النصيحه اللي تقدمي لنا دابا حنا كاباء، وتقدميها للامهات بخصوص اللي عندهم اطفال ما حدهم باقي صغار، نداركوا الامور في نفسهم وفي وليداتهم؟ واستاذ علاش هضرت اصلا على التروما في هذه السلسله اللي الاخطاء المحيطه بالاطفال ديالنا؟ حيت ما بغيتش نكونوا حنا جزء من هذه الاخطاء بلا ما نعيقوا براسنا. الا فهمنا بان جل الصدمات كتكون مخفيه في واحد الزاويه، يعني صح التعبير، من الذاكره المظلمه، وهي ذاكره غير واعيه او منسيه كتنعكس على المستقبل ديال الطفل، ويمكن تبدل ليه شخصيته وحياته كامله. غير لفهمنا هذه النقطة غادي نقدروا نحسوا بحجم المسؤولية الجسيمة اللي علينا احنا كآباء وأمهات باش نقدروا نوفروا ما أمكن بيئة سليمة بعيدة عن الصدمات والجروح لوليداتنا. هي مهمة صعبة ولكن ماشي مستحيلة، ومجرد الوعي بأن بهذه الخطورة راح نحيدنا علينا تقريبا 50% من الثقل ديالها. وكل مرة غلطنا فيها مع وليداتنا نعتذروا ونمسحوا دغيا ديك النقطة السوداء بأخرى بيضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني قدر نطبقوها حتى في التربية. وبغيت نلفت أستاذ في الأخير الانتباه لواحد النقطة ديال دابا ولينا كنسمع بزاف الزلازل والحروب وهاد الأخبار اللي ولاو كيخلعوا كل نهار. أولاً بعدهم ما أمكن على سماع هذه الأخبار السيئة، ونربطوا الفكر ديالهم بعقيدتهم وبدينهم باش كتولي عندهم واحد، يعني كيرتاحوا كيفهموا الدنيا شنو واقع فيها، كيفهموا أي حاجة يرجعوا لها الأصل ديالها، أصلاً لجوا لها الدنيا. يعني إلا فهموا هذه المبادئ ما غاديش نخليوا تكون عندهم تروما ديال الخوف أو الهلع، لانه ولات بزاف كتبان حتى في الاطفال دابا، وراه غتلازمهم حتى يكبروا الا بقاو هكا. لا مشكل. وفي الاخر بغيت نقول واحد الكلمه استاذ، بانه هذا الواقع اللي حنا كنعيشوه دابا مع وليداتنا راه هو الذكريات ديالهم مستقبلا. يعني كنتمنى نكونوا نحاولوا نديروا لهم واحد الذكريات زوينه في ذكريات مستقبلا. زوينه الكلمه الاسره ديالهم باش يتفكرونا غير بالخير ما يكونوش سبب في شي صدمات ولا جروح. وشنو بالك استاذه، ما نعتبروش بانه هاد الافعال ولا هاد الاشياء اللي تيقوموا بها الاباء، واش ما نعتبروش بانها كتشويش اللي تقدر تادينا بدوك الاطفال تقريبا التهميش، تيهمش راسو من المجتمع ويهمش نفسه بنفسه؟ نعم، هما هادو اللي كيكون عندهم هذاك الرهاب الاجتماعي، ولا ما كيكونش عندهم اصلا علاقات اجتماعيه مع الاخرين. حين صافي هو أصلاً كيقلب على هذيك الذات المثالية، ولا ما قدرش يكونها كيتخبى على الناس، كيبغي يبان المجتمع بواحد الذات مثالية اللي المجتمع طالبها منه، هو ما قدش يبان بها. ألو هو كيبان بهذيك الذات الحقيقية ديالو، فيها أغلاط، فيها ما بغيش نكون أنا كيما بغيتوني نتوما، ألو كيولي يفضل ينعزل عليهم ويبعد عليهم باش ما يشوفوش بهذيك الذات الحقيقية اللي في النظر ديالو راه غير مقبولة، غير مقبول عند المجتمع. دونك الانسان على حساب يبقى على طبيعته ويحاول يرتب اشنو تيقول اشنو تيصدر منه ويصحح الاخطاء ديالو، ممكن يمشي في حياته مزيان. اول حاجه حتى في الجلسات ديال الارشاد النفسي والاسري راه كتعلمهم يتقبلوا الذات ديالهم، وكتعلمهم يفهموا كيفاش تكون عندهم هذيك الذات الحقيقيه اللي بلا تصنع، بلا ما تدير على راسك، هذيك الذات المثاليه اللي طالبها منك المجتمع لوحه مورا ظهرك.
الواحد عنده ماشي الواحد صافي تكون سيبه يعني صافي يخلي ولادك يكبروا كيما بغاو. كاينين القوانين كاينين ولكن في اطار العفويه، ما نوصلوش لديك المرحله ديال ديك الصرامه اللي كتخليهم لا ما فعلا يبقاوش في الفطره ديالهم. دوك ما نحقق شي حوايج اللي بغا كانوا ما حققتهمش. انا اش قولي في هذه القضيه اللي كاينه مشكل عندنا تلاحظوا احنا من خلال مواكبه دوك التلاميذ والطلبه في دراستهم، تلقاو بانه الاباء يطلبوا من دوك الاولاد شي اشياء اللي كثيره، وانت تقول الاب اعطيني الهيستوريك ديالك شنو كاين، تلقى بانه بالنسبه ولده راه متقدم عليه في الدراسه اكثر باكثر، وهو يحاول باش يعني تنقول يحقق فيه الاحلام ديالو هو، ماشي الولد يحقق احلامه ديالو هو. نعم هذاك دابا هذاك الاب راه عنده التروما ديالو حيت ما قدرش يحقق هذاك الشيء، وبقى يقدر تعرض مثلا المقارنات، شوف فلان شنو دار، شوف فلان فين وصل، شوف هذا شنو دار، وانت بقيتي هكاك. الوغ بقى كبار معاه بعدا ذاك الشعور بالنقص والشعور بان الاخرين احسن منه، راه هضرنا عليهم في ضمن فعلا. الشروط اللي كيكلونشيو لينا التروما، هو هذاك التنمر ولا ذاك المقارنات. الو هو كبرت مع هذيك الخومه، فاش كيجي داك الوليد غادي بيان سور اوتوماتيكمون غادي يبغي يكون هو ديك النسخه اللي ما قدرش هو يوصل ليه، وهذا غيخرج على ولده. لانه مثلا هو كان بغى يكون مهندس، ولده خرج كي يعني عزيز عليه مثلا الادب ولا عزيز عليه الكتاب والشعر، ما عنده حتى شي علاقه بداك الشيء الاخر. هذاك حلو. الطفل عاوتاني كيقول كيفاش غادي نقدر نرضي الاب ديالي، الا رضيته ما رضاش الذات ديالو الحقيقيه، فعلا إلا ما رضاش غيكون في النظر ديالو راه خارج على الطاعة ديالو. يعني في كلا الحالتين راه كيدخل في واحد التناقض خطير بالنسبة للتوازن الشخصية ديالو. ايوا دونك موضوع مهم استاذه مازال تزودينا دابا هذاك حطيتي لنا كمقدمه في الموضوع، ولكن كون على يقين يجونا اسئله لانه هذا تنقولوا تنعلو منه كاملين كاباء كامهات كاسر، تيكون هذه الاشياء لانه ماشي مشكله المعاناه اما تنتبهوش لها، هذا الشيء كاين في وسط المنازل وكما ما منتبهينش ليه، كاين في وسط المدارس بين قوسين استاذ، راه ماشي معنيت ان صافي الواحد مثلا كبرت معاه واحد تخوما صافي راه تبقى ملازمه لحياته كامله حتى يموت، لا راه كاين علاج، ولكل نوع ديال التخوما كاين نوع علاج خاص بها. حين التخوما الخوف ماشي هي تخوما الشعور بالذنب، ماشي هي جنون العظمه، ماشي راه كاين بزاف ديال لي تخوما اللي كاينين. ولكن حنا الموضوع ديالنا دابا ماشي نهضروا على العلاج ديال واحد الشخص كبير، حنا نبقاو في اطار ديال الاخطاء الأطفال المحيطه بالاطفال ديالنا، فعلا بان حنا كنهضروا كيفاش اصلا من الاول ما تكونش عندهم. اما فعلا العلاج فالحمد لله كاين علاج، ويقدر في حصه او حصتين الواحد كيتخلص من واحد الخوف كيلازمه سنوات فعلا وهو كيعاني منه. خاص غير الانسان يوصل لديك المرحله ديال انه قابل يتعالج، راه غادي يتعالج ان شاء الله. بارك الله عليك استاذه سميه، موضوع الصراحه شيق، دائما ننتظر المستمع الكريم يوجه الاسئله ديالو الكوتش سميه حنيفي، راه تعطينا ما في المستطاع باش نفهموا اكثر واكثر، باش نحاولوا كي قلتي نحدوا من هذه الاسباب اللي تقدر تاثر على الاطفال ديالنا. شي الله. كلمه ختاميه، شي خلاصه على الموضوع استاذه المستمع الكريم. هو استاذ كما قلت لك دائما انا كنأكد على الوعي، فاش كنعرفوا بالخطوره ديال واحد الشيء راه كنعرفوا كيفاش نديروا نتجنبوا، ولا طحنا في الغلط يعني نتداركوا الموقف بسرعه. اللي خايبه هو الانسان، كتلقى كاين الناس اللي ما كيرضاوش يعترفوا حتى الا كان فيه شي خطأ شي ديفو ما كيرضاش يقولوا، يعني كيعرف راسه مثلا قاسي مع ولاده، وكيجي الواحد كيقول لهم مالك كدير معاهم هكا، ما كتصرف معاهم هكا، كيقول لك صافي انا هكا، ولا كاين اللي كيكون طراليه بصح صدمه فعلا عقل تتوقع يعني، فعلا فعلا تتوقع فعلا تتوقع وكتبقى عنده صدمه وعارف بانه عنده صدمات. خلي عليك هذا الشيء اللي ما كيبانش هو تكون عنده في اللاوعي ديالو، كاين اللي كيعقل على شي صدمه بصح طرات له في الطفوله ديالو وما كيقلبش يعالج راسه، كيقول لك صافي دازت ومشات، هي راه ما مشاتش، كتبقى مسجله عنده وكتسناه حتى دائما كيكبر وعاد كتبدا. اذا الوعي اول حاجه، الوعي، وثاني حاجه اللي شاف عنده شي خلل يعالجه، راه ماشي عيب، ماشي بالعكس العيب هو نكون عارفين الغلط ونستمر فيه. نستمر فيه. شكرا للكوتش حنيفي سميه، تنشكرك على هذا الوقت اللي تحتي لنا في هذا اللقاء الثاني، ودائما احنا طامعين يعني في اللقاء الثالث واللقاء الرابع ان شاء الله باذن الله الله دايره ان شاء الله السنه ان شاء الله، باش نشوفوا الموضوع دابا يلا المستمع الكريم ان شاء الله اللي تصادفوا مع الموضوع وسمعوا ليه
راه كاين مجال اللي فيه النقاش اكثر واكثر. شكرا للكوتش سمية. شكرا استاذي، بارك الله فيك. سامعكم ورحمه الله. أهلا وسهلا، نرحب بكم في بودكاست نادي الكوتش. في هذا البودكاست نقدم مجموعة متنوعة من المواضيع والفقرات، ونقدم خبرات ونصائح نتقاسمها معكم. كل أسبوع نخصص وقت محدد لكل عضو في نادي الكوتش لطرح موضوع معين. فألف مرحبا بالمستمع الكريم، البودكاست من تنشيط وتقديم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن.